درجة الوعي العالية، رسم أهداف نبيلة والنجاح في تحقيقها، نقاط التقاء أطفال لا يمثل السن بالنسبة إليهم سوى رقم تجاوزوه بإنجازاتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجداليات تمثل جميع المرات التي كانت في زنزانات الأسفل في الأسفل. وضعنا هذه الجداليات للأطفال الصغار. هنا بمستغى غانم بين هذه الصور والجدران لنا أن نسمع ما دار بين شهدائنا وأن نشعر بتلك المعاناة التي تكبدوها على لسان حفيدهم محمد فيطاس الذي اختار أن يكون حامياً للتاريخ وملقناً له. وأيضاً هذه الجدارية تمثل من تاريخ المنطقة، وقفت من تاريخ المنطقة ومسدس. هذا سلاح أجدادي، وهذه صورهم وتاريخ سقوطهم شهداء على ميدان الشرف. بشغف واستمتاع يردد محمد هذه العبارات للسياح الذين استقطبتهم الرغبة باكتشاف خبايا المنطقة ليجدوا أنفسهم أمام خبايا من نوع آخر هي الملكات المعرفية لهذا الطفل، تاركا فيهم علامات تعجب كثيرة عن طريقة اكتسابه لها. الشهيد طويل محمد، وهذا العالم يعود لتاريخ 1958. اسمي محمد فيطاس، انا عمري 11 سنة، ادرس في سنة اولى متوسط. سفير متحف الولائي فرع سيدي علي. انخرطت في سفراء المتحف عندما كان عمري 8 سنوات، وما زلت حتى الآن أنشط. انخرطت في هذا النادي حبا لتاريخ الجزائر ولحمل رسالة الشهداء في هذا المكان. يبدو أن أولئك الرجال الذين ضحوا بأنفسهم بين أسوار هذا المعتقل وغيره في مشارق الوطن ومغاربه قد تركوا بصمتهم في نفس محمد وجعلوه يحلم بأن يبلغ شرف الانضمام إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. جاء من فرنسا، أتي في وقت فراغ لمكتبة المعتقل، أطلع على الكتب، أعرف تاريخ بلادي، وأنا مولوع بالشخصيات المفجرة للثورة مثل العربي بن مهيدي وديدوش مراد، وأضعهم كقدوة لي. دورنا كنادي سفراء أن نستقبل الزوار ونشرح لهم الجداليات ونعطوهم معلومات التي في المتحف لنفيدهم. حلمي الآن وأنا صغير أن أزور منشأة عسكرية لرؤية السلاح الجوي والبحري والبري. وحلمي في المستقبل أن أصبح قائد عسكري لحماية الوطن. الكتب ومحمد قصة رفقة لا تنتهي فصولها، كيف لا؟ وما بين سطورها هو الكنز الثمين الذي لا يدخر جهداً في المفاخرة به وحمايته من الزوال. وهنا وليد يقتحم المطبخ ويحزم مأزره ويضع قبعته كأنه طباخ لامس العالمية. السلام عليكم، معكم الشيف وليد. اليوم حندير لكم وصفة شطيط حجاج. نبدأ بالمقادير. عندنا الدجاج تاعنا، طماطيش، حميصة، فلفل درسة، الزبدة، كمون، فلفل العكري. ليشرع في تحضير طبقه التقليدي الذي كنا نظنه حكرا على المحترفين قبل أن نلاقيه وينفي هذه الفكرة. نديرو الزيت، نديرو مع الزيت الزبدة. كي بديت نطيب كان في عمري 9 سنين، حاب نطيب المثوم.
نحب كلش، بصح الأكلة المفضلة هي المثوم. طيبت المثوم مادلين، طيبت لي غاتا، دوك نديرو الجاج تاعنا يتقلى مليح. الموهبة اللي شتها في وليدي كان في عمره 9 سنين، شتو يميل بزاف للطبخ. مع اللي انا كنت نمارس الطبخ هكذا يشوفني كيفاش ندير اطباق، ولا راك تعرفي الدراري يحبوا يخلطوا كي يشوفوا الوالدين تاعهم شي يخدموا وكذا. منين ذاك كان يحب الدومين هذا تاع الطبخ. شت بابا وماما يطيبوا، حاولت نتعلم من طيب. درنا لها الثوم، خاطش شت حجيج تحب الثوم. هاي نعم نقولوا الجيش تاعنا الثوم. والده الذي سبقه إلى هذا الميدان كان ذا فضل في توريثه هذا الشغف. أنا ماذا بي يخرج حاجة ما خير، مي بوركوا با، إلا كان مال بزاف للطبخ نخليه يدرس مادة الطبخ. جينيرال كما نقولوا حنايا دوكا راهي تدرس في معاهد والتكوين المهني. في وقت الفراغ ديالي نروح نسي وصفات جدد، ماذا بيا ان شاء الله نحب نتطور ونولي شيف عالمي. اكيد ماشي دائما في الطبخ، هو بوكو بلوس التي بالقرايه تاعو. مي منين داك يكون عنده وقت فراغ ولا هكذا، كيكونوا حنايا دي فوا نكون ندير دروسات في الدار نخدمهم، ولا هو يكون واقف معايا يعاونني. اكيد تعرفي كيفاش الابن تاعك الطفل جينيرالمون الدراري كيفاش يميلوا. انا جو بريفير يقعد معايا في الدار وما خليش يخرج لبرا. نقول اطفال صحة عيدكم، نقول لهم تعلموا تهلاو في قرايتهم، تعلموا الحرفة اللي تحبوها. بون وصي الوالدين كي يشوفوا ولادهم يميلوا اي موهبة، سواء طبخ ولا اي حاجة، الاول ما يخلوش باش يعرض نفسه للخطر، دائما يكونوا يرافقوا الاولياء، يكونوا يرافقوا الابناء تاعهم في اي مجال او هواية اللي يكون يمارس فيها الاب، يخليه يلز ليه ومو تكون عنده حرفة في يدو في المستقبل. شوف غير الملح نديروه مع التالي. لو كان خلوه يطيب بعقله. حاملاً مصحفاً بيمينه وسجاداً على كتفه وببوصلة لا تضيع السبيل، يقصد علي بن تركي بيت الله بهدف سام لا فاني له، حمل كتاب الله ليوشم آياته في قلبه مستقبلاً ويوسع به مدركاته في الصبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالب علي بن تركي من ولاية الوادي بحسان عبد الكريم، أدرس السنة الرابعة ابتدائي، أقرأ القرآن في المدرسة القرآنية الإرشاد والإصلاح. الأبناء الصغار وفعل القرآن فيهم، أيها الآباء أيها الأمهات أيتها الأمهات، القرآن يفعل في أبنائنا فعلا سحريا حيث ينمي قدراتهم. بسم الله الرحمن. توسم فيه والداه وأساتذته بأن يمشي ملكا على سجاد أحمر معتليا عرش الشفاعة لهم يوم القيامة. في إحدى زوايا هذا المسجد اتخذ علي حجر أساس لبداية تجارته مع الله، هنا حيث يقضي أغلب أوقاته إلى أن أثمر حفظ 40 حزباً
من كتاب الله. صدق الله العظيم. أحفظ الآن حوالي 40 حزبا برواية ورشة عن نافع عن طريق الأزرق. بعدما أخرج من المدرسة أكل وجبة غذائية وأغير ملابسي، ثم أذهب إلى المدرسة القرآنية مع المغرب إلى العشاء حوالي 3 أحزاب. سارعوا إلى إرسال أبنائكم للمدارس القرآنية سواء بالجمعيات أو المساجد حتى يربوا وينشأوا على مائدة القرآن، لأن في ذلك خير، حيث أن الابن الصغير إذا تعلم ابتداء من السنة السادسة أو الخامسة من عمره سوف يكون له خير كبير ودعم عظيم. الأستاذة التي اكتشفت قدراتي هي الأستاذة فاطمة، الذي يساعدني الشيخ أحمد وأبي وأمي وأخي. معدلي في الفصل الثاني هو 8.50. أتمنى لكل الأطفال الذين يشاهدوننا في قناة النهار أن يحفظوا القرآن. هي رسالة علي لأقرانه يبشر فيها كل حافظ بالصلاح. آمين لما. هكذا تفضل نهال أن تعرف بنفسها، وبلسان متعدد اللغات تخطف الأنظار من بين زملائها. Red, orange, yellow, green, blue, purple. لم تتأخر ميولاتها في البروز، فسرعان ما أماطت والدتها اللثام عنها، ما جعلها تستثمر فيها، موظفة كل السبل لصقل هذه الموهبة الفتية وجعلها تزدهر. My name is Nihal. I am 5 years old. I like paint and sing. Nihal, dès qu'elle était petite, qu'elle a 2 ans et demi, elle chante des chansons en français. Elle a des questions en français. Parce que la majorité du temps, je lui parle en français. Je lui parle en français. Et en même temps, elle regarde Zama des dessins animés en français, en anglais et tout. Et elle s'intéresse beaucoup plus à l'anglais ou le français. La première des choses, c'était la télé. Je regardais des dessins animés en français, éducatifs, techniques. La deuxième des choses, c'est la communication. En français, des fois en anglais, des fois en arabe, bien sûr. Et le plus important, c'est que je regardais des jeux éducatifs. لي عاونوها وين بتتر تكون حاجه في لافونير واش حبت. المهم تبع واش هي حابه، هي الميولات تاعها على حسب قرايتها بيان سور. هذه الصغيره ليست سوى عينه عن جيل سيزهر انفتاحا على ثقافات عديده وسيمثل الجزائر في محافل عالميه.
وغير بعيد عن هؤلاء الأطفال الذين ما كانوا ليصلوا إلى ما هم عليه من منزلة لولا أنهم غرسوا في تربة أمدتهم بما يضمن لهم هذا المنبت، سورة تتحدث عن نفسها. إنهم دون 16 عاماً، لكنهم يحملون أثقالاً تضاعفهم سناً وحجماً، ولعلهم أحق في عيدهم هذا بالالتفاتة وتعبيد طريق المستقبل التي تبدو مخيفة.